يوم تموت الأم، يوم تموت أمك يا ابن آدم، تعلن السماء حالة الطوارئ، وينادي عليك ملك من قبل الله تعالى ويقول: يا ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا نكرمك لأجله. ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، ماتت التي قطعتها وحرمتها، ماتت التي كذبتها وصدقت زوجتك، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، اعمل صالحا نكرمك لأجلها. هذا هو دين محمد.